وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاتصالات. يأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصال بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، حيث واصل مناقشة عدد من مشروعات القوانين بالإضافة إلى تقرير اللجان المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم الاتصالات. وفتح رئيس مجلس الشيوخ باب المناقشة أمام النواب للإدلاء برأيهم حول مشروع القانون الذي يهدف لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة. مشروع القانون يمثل يعني الحقيقة ضرورة وحاجة ماسة لمواكبة التطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. أيضاً مشروع القانون جاء أيضاً ليضبط حالة الفوضى التي يعني الحقيقة تحتلها بعض الأجهزة المتعلقة بالاتصالات والمعلومات والرصد والمراقبة، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي والسيبراني، وهو ما لا يمكن غض الطرف عنه أبداً. تعديل هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويفتح آفاق الاستثمار في مختلف الساحات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الساحة الداخلية. وعليه نرى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون 10/2003. النص اللي جاي لنا من الحكومة يبين إن الحكومة مهتمية بقياس الأثر التشريعي وتجديد بعض المواد طبقا للأحداث الجارية ولمتطلبات العصر. طبعا الأولى في هذا القانون أنه قانون متقادم، أن كان يأتي تصور جديد لهذا القانون يتواكب كقانون كلي على ما يحدث في منظومة الاتصالات. لكن بشأن النص المادة القادم من الحكومة، هو الحقيقة انه بيعالج كمان عيوب كانت موجودة في النص القديم. النص القديم كان بيتكلم على التجميع، بس التجميع ما كانش ليه عقوبة. الحكومة كمان انفردت بفكرة التسويق المنفرد. الاول كان التصنيع بغرض التسويق، فبقى التسويق احد الانشطة المجرمة للاجهزة الغير او المعدات، عشان ابقى دقيق، للمعدات التي ليس لها اذن او تصريح، وكذلك الاستخدام. فده معناه ان النص جاء شامل ومتعدد، والعقوبات جاءت متوافقة مع نوعية الاستخدام او التصنيع. من الاخر، من حيث المبدأ، انا موافق على نص قانون الحكومة. وعقب استعراض آراء النواب، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، معلنا رفع الجلسة على أن يواصل المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين الأخرى في جلسات قادمة. قانون مهم للغاية، لأنه بيمس الأمن القومي المصري، وأيضا في مجال بيشهد تطورات كثيرة، وأيضا بيشهد مخاطر، وبيمثل في بعض أجزاءه تهديد على الأمن القومي المصري. وبالتالي السلطة التشريعية والحكومة بتواجه هذه، بتتابع التطورات اللي بتحصل وبتواجهها بالتشريع لضبط الوضع بشكل عام في الدولة. والحقيقة أن كان في جزئين
مهمين للغاية، اللي هو تنظيم دخول الأجهزة الخاصة بالاتصالات اللي لازم تكون حاصلة على ترخيص من المجلس القومي للاتصالات، وده لضبط الوضع ولتحقيق الأمن القومي المصري. الهدف النهاردة من تعديل بعض مواد قانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بتنظيم الاتصالات هو تغليظ العقوبة على استخدام عدد من الأجهزة والمعدات اللي الحقيقة بدأت يعني ترصد في الفترة الأخيرة وبتأثر بشكل مباشر على شبكات الإنترنت وهكذا. ويمكن الفلسفة الجديدة في القانون هي تغليظ العقوبة على الحيازة والاستخدام، مش فقط الاستيراد أو التكوين أو التصنيع، لأن النهاردة مع تقدم التكنولوجيا وفي مجال الأجهزة الخاصة بالاتصالات أصبح عدد كبير جدا من الأجهزة في إيدين أفراد بيأثروا بشكل مباشر على شبكات الإنترنت، ويمكن ده تم رصده في عدد كبير جدا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين. نؤكد على أن الدولة الوطنية المصرية حققت طفرة كبيرة جدا في عالم الاتصالات والعلوم المعرفية عشان تقضي على الخلل اللي كان موجود من عقود سابقة في الدولة الوطنية المصرية. الطفرة اللي عملتها في عالم الاتصالات والعلوم المعرفية ظهر بشكل كبير جدا على أرض الواقع. في حقيقة الأمر جودة المنتج في الاتصالات والعلوم المعرفية مع وجوده ده خلى وجود بعض الأشخاص وبعض الشركات وبعض المنصات كانت عايزة تريد إن هي تحقق أموال طائلة من وراء الدولة الوطنية المصرية بطرق غير رسمية، وده برضو عبر المنصات بتاعت الدولة. في حقيقة الأمر القانون هايل جدا، احنا وافقنا على مشروع القانون من حيث المبدأ، وافقنا على قانون بشكل نهائي لأن القانون حدد بشكل واضح جدا العقوبة وتوصيف الحالة والعقوبة بتاعتها.